مشاهدي قناة الشروق الفضائية، نحييكم من دولة الإمارات العربية المتحدة. نشهد حفل تتويج ابنة السودان هديل أنور الزبير الفائزة بلقب بطلة تحدي القراءة العربي للعام 2019. تفاصيل تتابعونها في هذه الحلقة، خليكم معنا. أبطال تحدي القراءة العربي الخمسة الأوائل، تفضلوا إلى المسرح. عبد العزيز الخالدي من الكويت. آية بدريعة من تونس. هديل أنور من السودان. زمانة المالكي من السعودية. وفاطمة الزهراء أخيار من المغرب. تابع هذا الفيديو الذي يوثق مسيرة هديل أنور من السودان. أنا أقرأ لأعيش. القراءة علمتني أن أكون حرة، حرة في تفكيري، في آرائي، وأن أكون عضوا فعالا في المجتمع. قرأت العديد من الكتب التي جعلت عمري يقدر بآلاف السنين. هديل تحشق التحدي وتحشق القراءة منذ نعومة أظافرها، يعني هي صغيرة كانت بتحب القراءة شديد. لم أقرأ لأتحدى، أقرأ لأغوص في عقول عباقرة العالم وأخرج بحلول لأعالج مشاكل مجتمعي، لأثبت لمجتمعنا العربي خاصة ثم إلى العالم عامة أن القراءة هي دليل الشعوب للخروج من براثن الجهل إلى أنوار العلم. نفست فسوف أكتب سطرا في كتاب السوداني الجديد. تفضلي هديل. مرحب بك هديل. وسؤال لجنة التحكيم لك، كيف الأحوال يا هديل؟ بخير الحمد لله. والعزيمة عالية جدا. الحمد لله. يا هديل، لو جاءك شخص وقال لك يا هديل أنا حياتي مضطربة، لا أعرف لي اتجاها، وأريدك أن تنصحيني بقراءة ثلاثة كتب لعلها تساعدني على فهم الحياة وتطمئن حالي، ما هي هذه الكتب الثلاث التي سترشحينها للسائل؟ أولا صباحكم سعادة. الكتاب الأول الذي سأختاره هو كتاب لا تحزن للدكتور عائد القرني، فأنا مررت بتجربة مع هذا الكتاب. هذا الكتاب كان بمثابة عصم من الأمل أتكئ عليها في لحظات حزني وانكساري، وسأتكئ عليها في لحظات شياختي واحتضاري. الكتاب الثاني هو كتاب ملهمون لمحمد بن صالح الخزين. هذا الكتاب يدفع بك إلى السماء، يزيد من عزيمتك، يقوي من إصرارك، يشد من همتك. هذا الكتاب كان بمثابة دافع لي نحو تحدي القراءة العربي. كنت أقول لنفسي هديل أنت تستطيعين، هديل أنت قادرة. الكتاب الأخير هو كتاب قصتي لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. هذا الكتاب لن يغير حياة شخص واحد، بس سيغير حياة أمم كاملة، سيبني أمما، سيبني حضارات. أحسنت يا هديل، بالتوفيق لك. لدينا بطل أو بطلة. لدينا فائز أو فائزة، ولكن حقيقة لا خاسرة في هذا اليوم. نعم، من خلال المنافسة المتقاربة، من خلال جهد وتعب أكثر من عام أيها السادة والسيدات في كل مكان، ولكن جاءت اللحظة الحاسمة. شخص واحد فقط سوف يأخذ وسوف يحصد لقب هذا العام. من هو؟ من هي؟ لحظات توتر. من هو إذن بطل تحدي القراءة العربي لسنة 2019؟ أحمد، منتظرون على أحر من الجمر. الفائز أو الفائزة في تحدي القراءة العربي للعام 2019 في موسمه الرابع هديل أنور من السودان. ألف مبروك، ألف مبروك هديل، تستحقين هذا اللقب. ألف مبروك للسودان. شكرا لجميع الحضور.
ألف مبروك. خطواتها وهي بتعدي ونظراتها فيهم تحدي وكلماتها أنا حافظها عندي شعار وهوية. هي جميلة لكن قوية، هي بسيطة هي دغرية، هي عظيمة هي حربية وسودانية. يا ناس الله عليها توبة لا يد عليها، والحنة اللي في ايديها سودانية. جارية الدنيا بعينيها ماشية واتقف مشيها، بتزيد الهمة فيها والحنية. تحت الشمس الشديدة واقفة ووقفتها عنيدة، حمد الله البريدة صادقة ونقية. شاد طريقة بإيدة مالية العالم بريدة، ودماها في وريدة سودانية. مرحبا كثير، ودارين نشوف وقع هذا الفوز الكبير وانتزاع هديل للقب بطلة التحدي القراءة العربي في دورته الرابعة في الجالية السودانية. والله ده إنجاز يعني نفخر به، أولا كسودانيين، حدث كان خارج السودان وعلى مستوى العالم العربي كله، والمناسبة ذاتها مربوطة بشيء حس عليه الدين الحنيف ألا هو القراءة، وكان أول أمر رباني نزل للرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ. فلهذا بنهنئ الشعب السوداني وأسرة ابنتنا هديل، ونسأل الله أن يوفقها لكثير من الإنجازات. مرحبا بك. وهديل السودان انتزعت فوز كبير من ضمن 13 ألف طالب وطالبة. نعم، هذا شرف كبير للسودان، ونحن كناس مهتمين بكرة القدم نقول عندما نفوز في المباراة 11 ضد 11 نحتفل، فما بالك على من يفوز على 13 مليون. أنا أفتكر أنه ده كسب كبير للسودان، والسودان فيه مواهب في مجالات متخصصة يحتاج لمن يكتشفها. إحساس كبير يعم أبناء الجالية السودانية والمقيمين بالإمارات، هذا الفرح الكبير انتزاع هديل لقب بطلة تحدي القراءة في دورته الرابعة. نتعرف على وقع هذا الانتزاع لهذا اللقب. والله يا بيتنا إنه لفرح ما بعده فرح صراحة، يعني نحن كجالية سودانية في الإمارات أكيد يعني هذا الخبر أصابنا بموجة من الفرح العارم يعني في من خلال أبناء الجالية السودانية في الإمارات. هذا الفوز من بين 13 مليون متسابق أنا أعتقد في حد ذاته حدث كبير يعني، ولذلك نحن الآن هنا في القنصلية العامة بدبي بدعوة كريمة من القنصلية العامة لتدشين هذا الفرح، وأكيد في السودان أسرة الكبير وأسر الكبيرة سوف يعني بواكير الفرح وشلالات الفرح سوف تكون في السودان إن شاء الله. مرحبا مرة ثانية وألف ألف مبروك. شكرا لك سيد عيسى آدم إبراهيم. مرحبا بك باش مهندس، وماذا أنت قائل لأبناء السودان في شخص هديل الذين وصفهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بالمثابرين والمطلعين؟ شيء أكيد، لأنه هذه البنت مبدعة أبدعت وحرزت المركز الأول، فلها الشكر، ونتمنى لها في المستقبل أن تواصل، ونتمنى من حكومة السودان أن ترعى هذه الهديل. مثل هذه الهديل لا يتكرر كثير، بتذكرني دائما بعبد الله الطيب، فأرجو السودان أن يهتم بها اهتماما كاملا، ونحن من عندنا هنا في الأمارات إن شاء الله نكون سند لها في المستقبل. هذا اسم جميل يضاف لاسم هديل، الهديل. الهديل ده شيء جميل. مرحبا بك، وماذا أنت قائل للشعب السوداني ولكل أبناء السودان في شخص هديل السودان؟ صراحة يعني هديل أبدعت عديل كده صراحة يعني، وأسقت صدورنا وصدور الكل يعني، فكانت فرحة لا تضاهيها فرحة الشعب السوداني في الأمارات
من امبارح لحد هسه احتفالات، وكل الجاليات الاخرى تتصل فينا تهني بهذا الانجاز الكبير. نتمنى لها التوفيق والسداد. اهلا بك في هذا الفرح الكبير، وماذا انت قائل للجاليه السودانيه وابناء الجاليه السودانيه بهذه المناسبه العظيمه جدا، فوز هديل السودان باسم ابناء السودان؟ اولا اهني الشعب السوداني قاطبه، واهني الجاليه السودانيه بدوله الامارات العربيه المتحده بهذا الانجاز الذي تحقق، واهني الابنه الكنداكه هديل، واتمنى لها مزيد من التوفيق والنجاح والتقدم. مرحبا بكم مشاهدينا، ما زلنا ننقل فرحة السودانيين بدبي بانتزاع بطلة القراءة هديل، هديل السودان. في هذه المساحة معنا الأستاذة سلمى ياسين، مرحبا بك سلمى. أهلا وسهلا بكم معنا في القنصلية العامة لجمهورية السودان في دبي. مرحبا بك يا سلمى، وانت ام اكيد الفرح يعني جواك اكبر واعظم واجمل بانتزاع هديل للقب بطلة تحدي القراءة. بصراحة هديل انتزعت اللقب فعلا وهي تستحقه بجدارة، وأنا كأم زي ما انت قلتي يعني أنا بتمنى من كل أم كمان إنها تشجع أولادها، عشان مش هي براها تفرح صراحة. نحن الليلة أمات هديل كلنا، وبالجد نحن حاسين بالفرح وبالانتصار. حد القراءة العربي إن شاء الله دائما حيكون معانا في السودان. هديل السودان تنتزع لقب بطلة تحدي القراءة وترفع علم السودان عاليا شامخا في كل دول العالم، حابين من خلالك ننقل إحساس هذا الفرح ووقع هذا الانتصار في نفوس أبناء السودان بالإمارات وفي شخصك. طيب، بالتأكيد وقع هذا الفوز لابنتنا هديل أنور الزبير افتكر هي حاجة مشرفة جدا لكل السودانيين داخل السودان وخارج السودان، فهو فوز بالتأكيد فوز مستحق. المسابقة شاركوا فيها حوالي 13 مليون ونص من حول العالم، فكونوا من 13 مليون ونص تستطيع الابنة الفائزة هديل أن تفوز على كل هذا العدد، فبالتأكيد هذا 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 جهد كبير، وهذا فخر كبير جدا لكل السودانيين، للمعلمين السودانيين، وبالنسبة لنا بالتأكيد هنا في الأمارات كان الوقع أكبر. كل الجالية السودانية أو كل السودانيين الموجودين في الإمارات كانت فرحة كبيرة جدا، عمت كل الإمارات، أبو ظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القوين، الفجيرة، كلها كانت في فرحة غامرة يوم أمس. وبالتأكيد كان حضور سوداني مشرف جدا في الأوبرا دبي، فحقيقة هي استحقت هذا الفوز بجدارة، فتحية لها، وبالتأكيد لأسرتها الكريمة، والدها ووالدتها ولمشرفتها، بالتأكيد كان هذا جهد كبير، ومدرستها بالتأكيد. كان للقنصلية العامة بدبي دور كبير حتى الفوز، وفي حشد وتواجد السودانيين داخل القاعة والتصويت حتى الانتصار لهديل. والآن نحن في القنصلية نشارك في التكريم الذي تقوم به القنصلية السودانية بدبي. نعم نعم، بالتأكيد القنصلية كان لها دور في التواصل مع الجاليات السودانية ومجالس الأندية السودانية والأندية السودانية في كل الإمارات الشمالية ودبي، وحتى الإخوة من أبو ظبي شاركوني في هذا الأمر، فكان لابد أن يكون المجتمع السوداني هنا في الإمارات حضور كبير ومشرف ومميز بدار الأوبرا، وهذا ما كان الحمد لله رب العالمين. وطبعا استحقت تلك النتيجة بجدارة، وكان حريا بنا جميعا في القنصلية السودانية أو حتى في السفارة السودانية وكل مجالس الجالية السودانية بالإمارات أن نحتفي بها، فهذا فرح لكل السودان، وبالتأكيد وبصورة خاصة لكل السودانيين المقيمين هنا بالإمارات العربية المتحدة. ومن هذا الباب يعني رأت القنصلية أن نحتفي جميعا في القنصلية وخارج القنصلية وجميع الجالية السودانية المتواجدة في الإمارات بابنتنا وبطلتنا هديل هنا في القنصلية السودانية بدبي. إن شاء الله تعالى سوف يتم
تكريمها من قبل القنصلية والسفارة وكل مجالس الجاليات والأندية السودانية، وكذلك من الأسر المهنية الموجودة، الأسر الرياضية، القضاة، الأطباء، المهندسين ورجال الأعمال من خلال مجلس العمل السوداني. وهذا ما تستحقه بالتأكيد. سعادة القنصل، يعني وجد هذا الانتصار والفوز فرح كبير جدا من كل الجاليات بالإمارات ومن حكام وشعب الإمارات، وعبارات جميلة جدا ومعبرة عبر بها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن السودان وعن ثقافة واطلاع أبناء السودان. بالتأكيد جميعنا تابعنا المشاركة الابن هديل، وبالتأكيد كان أداءها مقنعا جدا للجميع، فإنهالت بالتأكيد كل عبارة التهاني من كل الجاليات المتواجدة هنا لكل الإخوة السودانيين. وكلنا تابعنا تغريدة سمو الشيخ محمد بن راشد مباشرة بعد تتويجها وفوزها وتهنئته شخصيا لها، وهذا بالتأكيد شيء كبير. كل الشكر والتقدير سعادة القنصل غانم أحمد يحيى، القنصل العام بالإنابة بالقنصلية العامة بدبي والإمارات الشمالية. ومساحة أخيرة تقول فيها ما تشاء ولمن تشاء. بالتأكيد الشكر الجزيل والتقدير الكبير لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والشكر الجزيل لسمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة، رئيس الوزراء، حاكم دبي، على اهتمامه الكبير، فهو منشئ هذه الجائزة والتي وجدت تجاوبا عالميا كبيرا، فالشكر له، والشكر للشعب الإماراتي الشقيق لما قدم ولما ظل يقدمه دوما. وبالتأكيد الشكر يمتد لكل الأسرة السودانية جميعا المتواجدة بالإمارات، كل الجالية السودانية، وعلى مشاركتهم حقيقة القوية والكبيرة التي رأيناها بالأمس في دار الأوبرا في دبي. الشكر لهم جميعا، والشكر بالتأكيد للفائزة والبطلة ابنتنا هديل ولأسرتها الكريمة، والتحية والتجلة والتقدير للكل. ما أريد أن أؤكده أننا بالقنصلية العامة لجمهورية السودان بدبي نحتفي دوما بكل أبنائنا وبناتنا الذين تميزوا ويتميزوا في كل المجالات، علمية، ثقافية، رياضية، إعلامية، كيفما كانت، فهم يمثلوننا، هم خير سفراء لنا. فنتمنى أن نرى دوما أبنائنا وبناتنا في العلا وفي الأعالي، فالتحية لكل أبناء وبنات بلادي، ونتمنى دوما أن نرى السودان في المكان الذي يستحقه دوما. بمناسبة فوز ابنتنا هديل أنور التي رفعت رأس كل السودانيين بدولة الإمارات العربية وبالسودان وكل السودانيين في كل أنحاء العالم، نبارك أولا لوالدتها التي تعبت معها، ونبارك لوالدها الموجود بيننا الآن، ونبارك لأسرتها الصغيرة وأسرتها الكبيرة وكل السودانيين في بلادي. هذا النجاح وهذا الفوز بالتأكيد كان وراءه تعب وإنجاز وقراءة وتركيز عالي، يفتح الباب على مصراعيه لكل شبابنا وبناتنا وأولادنا في أن يخوضوا مثل هذه المنافسات، ولا بد أيضا الاهتمام بهم وفتح الفرص والمشاركات الخارجية لهم حتى يتم التدريب لهم وفتح الفرص لكي ينالوا مثل هذا الفوز. الشخصية السودانية شخصية مميزة، إن وجدت الاهتمام ووجدت المشاركة ووجدت التقدير، أنا متأكد سيكون هنالك أمثال هديل كثيرون وكثيرات في نجاحهم الباهر. هذه لابد أن نلتفت وتلتفت الدولة أيضا للاهتمام بهذه الشريحة المهمة. النقطة الثانية هي الشكر والتقدير الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة.
والشكر خاص لسمو الشيخ محمد بن راشد لاهتمامه بهذا البرنامج وهذه الشريعة وهذا الإبداع وهذا الابتكار وهذه المقدرات الحقول النيرة. وأن نتمنى لهم جميعا التقدم والازدهار، ودائما في يعني دولة الإمارات تقدم مشاريع لها وجود حي، والآن نستشرف المستقبل، وأيضا لهم مشاركات عديدة، لهم التحية والتقدير على فتح هذه الفرصة، ونشكر لكم هذه الإتاحة الظريفة الجميلة في قناة الشروق لمشاركتنا في دولة الإمارات، ونحيي الجالية السودانية في دولة الإمارات، والآن يعدون العدة أيضا لهذا التكريم. بنقول لها ألف ألف مبروك، ألف مبروك للسودان عامة، وألف مبروك لكل سوداني في أي دولة. نحن هنا كأمهات، كأهل، كجالية سودانية، طبعا القنصلية السودانية هي بيتنا الثاني، وبيتنا الأول طبعا أبو ظبي السفارة، وهنا القنصلية. نحن هنا ما شاء الله تبارك الله أسرة واحدة الحمد لله. ففرحتنا بهديل يعني بكت كل الجنسيات، مش نحن السودانيين بس فرحانين بها، فرحة يعني إنه نحن في سوداننا فوق، وحاليا نحن بفوز دي بقينا في العلال الحمد لله. وتكريم الشيخ محمد ليها يعني جد حاجة مشرفة، حاجة حلوة شديد إنه بدنا تفوز على مستوى كل الجاليات المشاركة، كل الدول المشاركة. نحن كسودان في وقت زي دي، هو سوداننا أصلا فوق، لكن نحن فوق بيتنا هديل